السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه التحديات الرئيسية اللي بتواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة برك السباحة؟ أول تحدي جمع البيانات والداتا اللي احنا محتاجينها، يعني عشان بيحصل تطور في الذكاء الاصطناعي فمحتاجين حاجتين: الخوارزميات البرمجة بتاعتها، والداتا اللي هي المعلومات. يعني شات جي بي تي حصل فيه تطور في الخوارزميات ومعاه تطور في البيانات، فعشان كده حسينا بالقوة بتاعته. نفس الفكرة، لو احنا عايزين نعمل اي حاجة لازم يكون عندي داتا كتيرة جدا. طيب انا دلوقتي مستخدم في البيت بتاعي، ممكن اخاف ان انا اشارك الداتا، فكمية الداتا اللي بتتجمع بتبقى قليلة، المعلومات الشخصية الناس مش هتوافق انها تجمعها. يعني حتى ممكن يديك المعلومات بس يقولك بشرط ان محدش يستخدمها حتى في تطوير السيستم بتاعك، حتى الاراء الشخصية، احنا مش بنتكلم على صور بتاع، لكن المعلومات الشخصية اللي احنا مثلا سألناه تفضل ايه والحاجات دي كلها مش عايز تشاركها. فعشان نفهم بس ايه التطور بيحصل، ليه ساعات مثلا بتلاقي في تطور كبير مثلا في مجال الطب، ليه المستشفيات شاركت الداتا، في مثلا ممكن تلاقي في مجال معين حصل تطور او محصلش تطور، ده بسبب جمع البيانات الشخصية الناس بدأت توافق عليها ولا لا. يعني ساعات كورونا الناس كلها والمستشفيات موافقة فده عمل تطور، تمام. فبداية لازم يكون في حماية للبيانات ديت، بحيث ان لو حد شاركها ما تتسربش، لان لو اتسربت هتلاقي الناس كلها بدأت توقف مشاركة الداتا بتاعتها، تمام. فلو حصل اي خطأ بشري في ادخال البيانات او تسير النتائج ده ممكن يعمل لنا برضو مشاكل. الحاجة التانية موضوع الخصوصية، هو مرتبط بالنقطة الاولانية، يعني انا شخصيا مش حابب ان انا اشارك الداتا بتاعتي، تمام. ولو في كاميرا انا مش عايزها تبقى متصلة بالنت بحيث انها اي حد ممكن يخترقها ويشارك الداتا والحاجات دي كلها، فغالبا هتلاقي مثلا الكاميرا لا ملهاش علاقة بالانترنت او مش متصل بالانترنت وهكذا، مش قادر اشارك الداتا بتاعتي لانها بيانات اسرتي، فمش مش توك توك انا البرنامج اللي هو التوك توك اللي هو الناس بتشارك فيهم البيانات الشخصية. فدي دي الحاجة اللي بتخلي التطور في برمجة والذكاء الاصطناعي يخش في تصميمات حمام السباحة هتاخد وقت شوية، تمام. لان هو زي بالطعام كده، عندك حاجة بتطعمها فبتكبر، فانت لو انت ما اديتوش الداتا ممكن، لكن مع الوقت ان شاء الله هتلاقي كل حاجة، هتلاقي فيه اجهزة برامج تساعدك كتير جدا في تطور التصميم بالذكاء الاصطناعي في برك السباحة.